أرحب بالطلبة المسجلين والقدامى أيضا في جامعة الحسين، وأتمنى لهم سنة جديدة ملؤها الجد والعمل والتميز الذي نسعى إليه جميعا. في الواقع يعني اليوم هذا يوم جيد أيضا من أيام التسجيل في جامعة الحسين، ونبذل كل جهد ممكن كي يكون التسجيل في منطقة واحدة. يستطيع الطالب الآن في هذه الجامعة أن ينهي كل معاملاته في نفس القاعة، ألا وهي قاعة الأردن المتعددة الأغراض، ومن أهم أغراضها اليوم هو التسجيل فقط. نرحب بكم ونتمنى لكم يعني كل توفيق في الدراسة الجامعية في هذه الجامعة لخدمة للوطن.